المخاطر السياحه في رمضان، خاصه فتره قبل الاذان واحد نص ساعه هذا اللي يفتح ويتمول السرعه المفرطه. الناس تروح، انسان يروح بالعقل توصل، تمشي بالعقل توصل دار بالعقل. يا اخي انا تحترم قوانين المرور، دير خوذه وتلبس حذاء، تحترم قوانين المرور. هنا هذه من اجل السلامة المرورية تاعكم، الثقافة المرورية. مع حلول شهر رمضان الكريم، نظمت مصالح أمن المقاطعة الإدارية رويبة بالتنسيق مع زملائنا من الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني حملة تحسيسية توعوية لفائدة السائقين، أين تم تقديم جملة من النصائح والإرشادات حول قواعد السياقة السليمة وتفادي التصرفات السلبية أثناء السياقة والتي تنتج عنها حوادث مرور خطيرة، خصوصا مع التعب والإرهاق الذي ممكن أن يعاني منه السائق نتيجة قلة النوم والسهر لأوقات متأخرة، مع التأكيد على تفادي السرعة المفرطة قبل موعد إفطار. كما تبقى الأرقام الخضراء 15-48 وخط النجدة 17 وتطبيق ألو الشرطة تحت تصرف المواطنين في حالة أي طارئ. قمنا هذا اليوم بتنظيم حملة تحسيسية لمخاطر حوادث المرور خصوصا مع الأيام الأولى لشهر رمضان الكريم، وهذا على مستوى المقاطعة الإدارية رويبة بالتنسيق مع أمن المقاطعة الإدارية برويبة، حيث تستهدف هذه الحملة سواق المركبات لتحسيسهم حول مدى خطورة حوادث المرور ونتائجها المأساوية بسبب التصرفات السلبية لسواق المناورات الخطيرة والسرعة المفرطة والتغير السلوكي المصاحب للسيام كالنرفزة والمشاحنات، التعب والإرهاق الناتج عن قلة النوم والسهر بالليل. كما تم توزيع مطويات حول قواعد السياقة السليمة، وتبقى الأرقام الخضراء 10-55 وتطبيق طريقي تحت تصرف المواطنين في حالة أي طارئ. كنا رانا صايمين ونسوقوا في العقل، نتأناو حوادث المرور راه بزاف، تحدث بزاف في رمضان، وان شاء الله يتقبل منا ان شاء الله صيام وربي ان شاء الله. كي تروحوا للفطور استناو يستناوكم ولادكم على الفطور، ما تقلقوش دير روطار 5 دقائق على الفطور خير ما دير ما نعرفش شحال نهار في السبيطار، ولا الا كتب ربي هذه هي.